اهلا بحضراتكم من جديد. بنواصل طبعا احتفالنا وتكريمنا لبطلات دوري المرتبط لكره السله السيدات. يمكن كابتن ايهاب الالفي طبعا مستمر معانا من الفقرات السابقه، ودينا عمرو طبعا كانت معانا فقره سابقه. برحب بزينب الزيني اللي انضمتنا في الاستوديو لاول مره. اهلا بيك يا زينب. اهلا وسهلا بحضرتك والف مبروك على البطوله. الله يبارك بحضرتك. يمكن يا زينب انت بتلعبي نفس مركز كابتن ايهاب الالفي، بتلعبي في بوزيشن 3 و4. خلينا نقول بتحبي تلعبي اكتر ايه، 3 ولا 4؟ لا الصراحه 4. 4 أصلا أنا شايفة إن يعني اللي كان بيلعب تلاتة زمان سهل قوي يلعب أربعة، لكن العكس العكس مش صح. برافو عليك، لأن تلاتة بيبقى متأسس على المهارات أكتر، لما بيخش مع الأربعات بيبقى فارق عنهم في المهارات. أه بالذات كمان في السرعة يعني. طب قولي لي أنت بقالك كام سنة مع الأهلي؟ لا ده من زمان قوي يعني مثلا دي سنة الـ 12. ما شاء الله. طيب خليني أقول أنت حضرتي الفترة الأخيرة من مثلا 2012، إحنا دلوقتي 5 6 سنين، إيه المختلف دلوقتي عن قبل كده؟ لا دلوقتي بقى فيه اهتمام اكتر بالباسكت والبولي. الاول كان الاهتمام كله بالكوره، لكن دلوقتي انا شايفه الجماهير متابعينا، ودي حاجه بتحفزنا جدا يعني، مخلينا عندنا حماس اكتر ان احنا نعمل كل حاجه نقدر عليها عشان نساعدهم زي ما عشان هم بقوا مهتمين بينا يعني. طب وشعوركم ايه بقى لما الناس بدات تعرفكم؟ يعني مثلا قناه الاهلي احنا بنحاول على قد ما نقدر طبعا نكون جنبكم ونكون وراكم ونزعلكم المباريات على قد ما بنقدر طبعا، ولكن يعني شعورك ايه وانت ماشيه في النادي بدات الناس تعرفكم وتشاور عليكم؟ طبعا دي حاجه حلوه جدا يعني وبتحفزنا جدا يعني. احنا السنه دي ان شاء الله نفسنا ناخد الثلاثيه زي ما كابتن ايهاب قايل لنا من اول السنه عشان نسعد الجماهير دي كلها، عشان بجد احنا نفسنا نسعدهم. صحيح. طب قولي لي، خلي بالك دي مسؤوليه والموضوع مش هيجي بالكلام بس، يعني هيجي بتمرين والتزام وتعب وعرق ومجهود واخلاص وترابطوا مع بعض. انتوا جاهزين لده ولا لا؟ احنا من اول السنه كابتن ايهاب وكابتن جاد الصراحه عاملين فتره اعداد رهيبه، فاحنا جاهزين السنه دي جامد جدا، وان شاء الله ان شاء الله هناخد الثلاثيه ان شاء الله بدون هزيمه ان شاء الله. خليني اقول لي مين مسك الاعلى على سواء السيدات او الرجال؟ كابتن رحاب الغنام. كابتن رحاب الغنام حضرتيها، فاكره بتلعب ازاي ولا سمعتي او شفتي تسجيلات؟ لا شفت تسجيلات وسمعت عنها طبعا. بس الغريب ان كابتن رحاب ولادها ما طلعوش بيلعبوا باسكت، طلعوا بيلعبوا طايره. كابتن حمدي الصافي غريبه شويه، الطايره تحس ان يعني لما بيكون في يعني الطايره بتنافس الباسكت تلاقي لا الطايره كسبانه في الاخر. لا كابتن حمدي اثر اكتر بس. كابتن حمدي اثر اكتر. وكابتن حمدي شويه الجينات طاغيه. كابتن حمدي سيطر بس. هو سيطر. طب قولي لي، خلينا نقول نفسكم الجماهير تحضر اكيد. ده اكيد، ده يعني انا اعتقد ان الجماهير لو حضرت احنا مش هيبقى فيه يعني فريق يقف قدامنا. فريق هيقف قدامنا. طيب يعني خليني اقول انه صعب يبقى في المستوى المحلي تلاقي الجماهير، بس ممكن بطولة عربية اللي جايه اللي بينظمها النادي الاولمبي ممكن يكون في جماهير. مستنيين البطوله دي ولا لا؟ اه طبعا احنا ان شاء الله يعني نفسنا نشارك فيها، اعتقد لو الجماهير جم احنا هناخد اول ان شاء الله. صحيح. طب قولي لي زينب، انا دايما بتك على حته الروح شويه، المكسب بيجي من على البنش. اللعيب اللي بيبقى على البنش تصادف وجوده على البنش، ممكن يكون لعيب كبير وكويس وبس قاعد في البنش، ممكن يبقى لعيب ما بيلعبش كتير الفتره دي. الروح دي بيبقى ليها تاثير، وكابتن ايهاب لعب على الموضوع ده. انتوا كبنات مصرين تحافظوا على الروح دي ولا لا؟ اعتقد ان احنا احسن حاجه فينا كفريق النادي الاهلي الروح، يعني اعتقد ان الناس كلها بتقول ان احنا احسن روح في مصر، فطبعا ده يعني حاجه كويسه جدا. ويعني كابتن ايهاب دايما بيقعد معانا ويقول لنا يعني لازم كلنا نبقى قلب واحد عشان في الاخر احنا كلنا بنكسب، مفيش حد واحد بس هو اللي بيكسب. صحيح. ففي الاخر دي حاجه لينا كلنا. صحيح. فعشان كده الصراحه انا شايفه ان احنا احسن روح في مصر. صحيح. طب دينا انت لما بتحسي اكلمك بقى، خلينا نتكلم بصراحه، انت كابتن الفريق ولما لعيب ما بيلعبش مثلا او لعيبه ما نزلتش، كابتن ايهاب شايف ان الجيم مش محتاج لها، اكيد التشجيع بيبقى كويس وكل حاجه، بس ممكن لما نرجع الاوتيل بيبقى فيه شويه زعل، بتعملي انت ايه بقى في الدور؟ هو فعلا ده بيحصل على فترات كتير قوي. طبعا بيحصل في فترات. يعني بروح اتكلم مع كابتن ايهاب طبعا، يعني بحاول اوصل له وجهه نظر البنت اكيد انها ما لعبتش، هي كانت متضايقه من ايه، هي كانت نفسها تعمل ايه، فبحاول ان انا اتكلم معاه واوصل له الكلام بطريقه كويسه، وهو اكيد طبعا الراي في الاول وفي الاخر بيبقى ليه، يا اما ياخد بكلامي يا اما هو بيبقى ليه وجهه نظر ثانيه طبعا. بس انا الى حد ما بحاول ان انا بقول لها كلنا اتحطينا في السيتويشن ده قبليكي كتير، بس بالعكس انت فرصتك احسن، انت طالعه فعلا كل واحده في البوزيشن بتاعها بتقدر انها ليها فرصه مره واثنين وثلاثه. كابتن ايهاب حتى مش بالظبط كده، دي حقيقه كابتن ايهاب فعلا مش بيفقد الثقه في حد بسهوله،
ف يعني هما بجد محظوظين ان هما ليهم فرص، احنا زمان ما كناش كده خالص، دي حقيقه. فعلا تعبنا عشان اصلا ننزل ماتشات او حتى نتحط في سكور شيت او كده، بس فما بعد اتكلم معاهم وكده هما الحمد لله بيتقبلوا الكلام كويس قوي، وفعلا لما بينزلوا بعد كده الماتشات بيأدوا بشكل كويس قوي. وبالك الدور اللي انت بتعمليه ده دور مهم جدا جدا، خاصه لما يكون الجهاز الفني بيبقى كابتن او كابتن فريق في ما بينه وبين الجهاز الفني ثقه، يعني كابتن الفريق لما بيكون الجهاز الفني بيسمع لكلامه. والدور اللي انت بتعمليه ده مش عايز اقول لك انه ممكن يكون 30-40% المكسب. الحمد لله. هو طبعا الموضوع ده ما جاش بسهوله، يعني كابتن ياب اكيد انا ما كنتش كده كده اعرفه في الاول خالص ولا اي حد من الجهاز الفني، احنا يعني بقالنا سنتين احنا جداد مع بعض، فاخدنا فتره قبل ما نبقى يعني فعلا صحاب، وبعدين ده بقى اللي جاب ثقه في حاجات كثيره. فانا الى حد ما يعني الحمد لله قدرت ان انا اكسب ثقه كابتن ايهاب في الحته دي بالذات، وثقه اللعيبه كمان في الاول، لان هم برضو مش سهل ان هم يقعدوا يتكلموا معاك، في ناس بتبقى ساعات خايفه بتبقى مش عارفه تتكلم، بس انا عشان اكيد حطيت في السيتويشن ده قبل كده، فحتى هم ممكن غير ما يتكلموا انا ببقى مسبقه وبروح اتكلم معاهم بالظبط، عشان انا ما بحبش اشوفهم زعلانين خالص. فبعد ما بخلص معاهم طبعا بقوم رايحه لكابتن ايهاب. عليك المسؤوليه كبيره جوه الملعب وبره الملعب. يا كابتن ايهاب لو سمحت يا كابتن ايهاب فكر في الموضوع تاني. هو فعلا لا فعلا فعلا بيسمع لي وبيشوف امكانيه التنفيذ، ودي حقيقه. يعني هو كمان حتى لو حصل اي حاجه ايا كان السيتويشن هو بياخد دايما المصلحه، مصلحه الفرقه فين، وبيدور عليها وبيبدا ينفذها. اكيد اكيد. خليني اجي لك يا كابتن في الحته دي مهمه جدا، لانه انا انت بتضحك طبعا انا عارف الموضوع ده مهم مش كل مره، يعني كذا مره بيحصل واكيد بيحصل كلام، وانت بتشوف اولا طبعا ده هدفك المكسب، وفي نفس الوقت هدفك برضو ان كل دول بناتك ومهم جدا ان هم حاله نفسيه كويسه. خليني اشوف ده بشكل منظور تاني، خليني اشوفه بمنظور مثلا الاب اللي هو يهمه زي ما بيكسب يهمه برضو ان اللاعبات تبقى في حاله نفسيه كويسه، بتحمل المعادله دي ازاي؟ والله الحمد لله احنا زي ما دينا قالت كده انا وزينب قالت ان 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 قوه فرقه النادي الاهلي في الباسكت بول بنات هي فرح فعلا، يعني هم روحهم كويسه جدا جدا، ودي حاجه طبيعيه. خلينا نتفق ان اي لعيب مش يعني ما بيلعبش او بره السكور لازم يزعل، وانا بقول لهم كده انا عارف ان هي زعلانه، بس انا احنا في القايمه عندي 15 بنت، عندي فرح خالد ما شاركتش معاه في دوري المرتبط عشان عندها ماسترز في الاي او سي، فاعتذرت مني دوري المرتبط ان شاء الله ترجع تلحق، فانا عندي 14 في القايمه ومصعد خمس بنات من تحت 18 سنه، فاحنا قوامنا 19. اخر واحده سافرت، عندي بنت في ال 18 سنه لسه مسافره اخر مباراه في المرتبط حبيبه حاتم، جالها منحه دراسيه في هاي سكول في امريكا، فاحنا دلوقتي 18 كنا 19، ففي دايما سبعه كل مره بره السكور. صحيح حاجه مش سهله. صح صح. لكن لازم يتقبلوا ده، يعني بتبقى هم فاهمين. هم خلاص هم فاهمين، الاول كانوا بيزعلوا شويه، دلوقتي الزعل قل. لا في زعل، في زعل سيستم ماشي على الكل، لا في زعل ستيل، في زعل طبعا، الزعل اللي هو مش زعل بقى، لا غير عايز العب غير الغير ده، انا بس دي حاجه كويسه بقى ان الكومبيتيشن اللي بينهم ده كابتن هيثم بيخليهم يدوا اقصى حاجه ويلتزموا اكتر حاجه، عشان في النهايه احنا بنكسب بنكسب خلاص، المكسب علينا الفرقه كلها بتكسب خلاص، زي لو حتى جابوا اللقطات او في التقرير هتلاقي روحهم في الماتش بتاع سبورتنج اهي، الخمسه السته الاوتسايد سكور مع فرقه المرتبط كلنا بيشجعوا قبل اللي موجودين في السكور. صحيح. هو ده النجاح، وهي دي فرقه النادي الاهلي، وده اهم نقطه في النجاح، ودي فرقه ده روح النادي الاهلي، ودي مبادئ النادي الاهلي اتربينا عليها، اهم حاجه مصلحه الفريق، ده اللي تهمنا الاول. احنا الحمد لله ال 19 دلوقتي، وزي ما هم يعني اتعودوا ما عنديش فرق كبير قوي بين مين طالع من تحت السلة، احنا جوه الفرق يعني عندي ريم اشرف من 19 سنه، بتول عادل يعني لازم احييهم واشكرهم، ناس خالد سلمى مصطفى الاربعه اللي كانوا مع حبيبي حاتم الخمسه دول تحت 18 سنه، هم زيهم زي لعيبه المستقبل، زيهم زي احنا زي بعض، مفيش فرق،
كلهم بيقعدوا مع الكبار ما فيش فروقات كتير جدا بيخشوا ال 12 وناس من الفرقه الاساسيه كتير ماتشات كتيره بره السكور ما عندناش مشكله الحمد لله بس اهم حاجه ان احنا فكر احترام كابتن ايهاب وده على فكره سر تفوقك بس خليني اقول يعني لزينب اكيد انت ليك طموحات مع الفرقه شايفه ان كل ما بتكسبوا كل ما الناس بتركز اكتر كل ما بيبقى عبء عليكم اكتر يعني انا عارف ان انت لعيبه حماسيه برضه شايفه ده ازاي؟ هل ده هيجي بسهوله ولا برضه هنفضل مش عبطين في الفرصه وماسكين فيها بايدينا واسنانا؟ يعني انا اول حاجه انا احلامي مع الفرقه طبعا ان احنا ناخد الثلاثيه السنه دي وان شاء الله لو نشترك في بطوله عربيه او بطوله افريقيه او بطوله افريقيا انا اصلا شايفه بقى حاجه ان احنا مش كسبانين بطوله بس احنا كسبانين كذا حاجه كسبانين ان 19 بنت كلهم شاركوا ودي حاجه ما بتحصلش في اي فرقه صحيح وما عندناش حد كبير وحد صغير احنا كلنا قريبين من بعض في السن كلنا يعتبر صغيرين فدي حاجه في مستقبل النادي صحيح فانا شايفه ان احنا خارجين بكذا مكسب صحيح الهدف الكبير هو الاسمى من اللاعب يكون ليه هدف لنفسه هو بالظبط زينب نورتيني وشرفتيني طبعا ربنا يخليك ونورتي الاستوديو والف الف مبروك وان شاء الله مزيد من التوفيق الله يبارك في حضرتك دينا نورتيني وشرفتيني شايفه ميرسي لحضرتك يا رب على كابتن فرقه والملعب باذن الله باذن الله يا كوتش كابتن ايهاب نورتيني وشرفتيني يعني حوار جميل وربنا يوفقك وجود لك في مسيرتك ان شاء الله نحتفل معاك مع بالدوري السوبر وبطوله الكاس ان شاء الله ربنا يخليك يا باسم يا رب ان شاء الله ونتمنى يا رب ان شاء الله دوري السوبر وكاس مصر وان شاء الله بطوله عربيه وبطوله افريقيه باذن الله ان شاء الله نتمنى ودايما على طول نبقى في قناه النادي الاهلي بانتصارات يا رب ان شاء الله ده مكانكم واحنا دورنا اقل دور انتوا اصحاب الجهد واصحاب العرق واحنا دورنا ان احنا بس نحط الضوء على مجهودكم وتعبكم ربنا يخليك يا كابتن عصام ومتشكر كمان مره على التكريم والاستضافه اللي ليها حاجه نفسيه على الفرقه أكيد. وعلى البنات ان أكيد. مجرد ما بنكسب النادي بيكرمنا في أكيد. القناه دي حاجه كويسه طبعا. وده لها تاثير ايجابي جدا على الفرقه يعني فبشكرك الف مليون مبروك يا كابتن اعزائي المشاهدين هيطلع فاصل هينضم ليا كل نجوم ونجمات الفريق من الجهاز الفني واللاعبات عشان هنحتفل ونقطع التورته زي ما اتعودنا مع حضراتكم ان احنا دايما بنحتفل بابطالنا نحط الضوء عليهم فاصل سريع وارجع لحضراتكم